رمضان كريم، تحية ليك أستاذ عبد الكريم، وتحية أيضا للفرقة الموسيقية اللي مرافقينا طوال هذا الشهر، وبرنامجنا رمضان كريم اللي يطلع عليكم في شهر رمضان للاستمتاع بأحلى الأنغام الموسيقية، للتعرف على مختلف عاداتنا الرمضانية في كل دولنا العربية، وضيوفنا أكيد اللي ينورونا. وسعداء جدا اليوم يا رنين باستقبال ضيفة مميزة. طبعا أكيد. مميزة جدا ضيفتنا اليوم، دخلت إلى بيوتنا عبر الشاشة الصغيرة، تارة كإعلامية تعتمد الصدق والحرفية في عملها، وطارة أخرى كممثلة تتقن أدوارها المختلفة فتبكينا وتضحكنا وتترك بلا شك بصمة لدى متابعها. ضيفتنا اليوم الإعلامية والممثلة اللبنانية مي سحاب، أهلا وسهلا بك. رمضان كريم. رمضان كريم أمين ورنين، شكرا كثير على الاستضافة وكثير سعيدة، بدي أقول رمضان كريم كمان لكل اللي عم بتابعونا. شكرا لك. شكرا، حلو انه منورتنا اليوم في شهر رمضان في هذه الامسيه اللي نحن موجوده عنا في العربي 2، باش نحكيو على اكيد الاعمال الرمضانيه، باش نحكيو ايضا على تجاربك ان كان في الاعلام وان كان في التمثيل، ولكن هات نبدا بجديد. اول حاجه صياعه انه على شاشتنا نحن، على شاشه العربي 2 هناك مسلسل اسمه ظل، وهذا اللي يعرض الان، وشفناك تقريبا اول ظهور كان في الحلقه اللي منذ يومين، الحلقه التاسعه. صح، الحلقه التاسعه كان تجربه ظل. هات نبداو بهذه التجربه اول حاجه. تجربة كتير جديدة وكتير مختلفة، وما كنت متخيلة انه بعد كل هالسنين من الخبرة، يعني انا كنت بعدني بمعهد الفنون بس بلشت يعني شارك بمسلسلات تلفزيونية، ما كنت متخيلة انه بعد بيكون في هيك صدمة ايجابية بالتغناج او بالتصوير. من الكتابة للإخراج بدي أوجه تحية أول شيء للمنتج مفيد الرفاعي أكيد، ولكل فريق الكتير تعب. دايما بنكون بسباق مع الوقت بشهر رمضان. صحيح. بيكون عن جد مرات في أشياء عم تنسلق على حساب أشياء، هذا يمكن المرات القليلة عن جد اللي بس شفنا نتيجة رغم كل الصعوبات، نسينا كل الاشياء اللي قطعنا فيها. طريقة المخرج اللي بدي وجه له تحية، محمود كامل كمان المخرج المصري، يلي بتخليك عن جد قاعد على أعصابك، منك عارف شو رح تشوف بعدين. يعني ما كنا ولا نهار متوقعين كيف رح تكون الصورة وكيف رح، لأنه عن جد طريقة جديدة بيترك حرية كبيرة للممثل، بتشبه كتير الامبروفيزاسيون أو الارتجال على المسرح. يلي ما بتتخيل أنه على التلفزيون معقول تنعطالك يعني. سو هيك كنا كلنا كتير anxious أو هيك عتلانين هام، والنتيجة بعتقد حسب ما عم بسمع تاخد العقل. هذا الأهم. وانت كابنة مسرح اعتقد الشيء اللي حكيت لنا عليه او الارتجال على خشبة المسرح واللي حسيته يمكن في تصوير هذا المسلسل نوعا ما، يعني تحس انه حسيت هالمرة سهل. هذه صعيب كما رهبة المسرح لا. نفس الشيء ابدا. انا دايما بقول لهم انه بيس اوف كيك لقل التصوير. يعني اول شيء انا بقدم برنامج صباحي لايف مباشر على الهواء، وانا مش انه بحيالله مسرح، انا بمسرح يعني الكبير جورج خباز اللي اكيد انه غني عن التعريف، بس عن جد من اصعب المسارح، لانه نحن بنعرض نون ستوب 6 شهور بالسنه. صحيح. وبنتمرن 3 شهور، انا بس فرصه شهرين ونص. ما في نهار انه ما في جمهور او ولا بريك، نحن كل يوم بنتنفس بنفس الدقيقة، النفس محسوب مع جورج يعني، وكتير تشالنجينج أو في تحدي. سو وقت يكون في شغلة فيك توقف وتعيد إنه إذا غلطت إنه كتير هين لك. مش كمان يعني. أكيد. صحيح. أكيد. صحيح. طيب ذكرت لنا التجربة الإعلامية، تجربة إعلامية كبيرة برشا أعتقد، أنه منذ سنوات طويلة وأصبح عندك تخصص البرامج الصباحية. صح. نوعا ما هالتجربة هذه وهالإعلام كيف يمكن أنه توفق بين مسرح إعلام وتمثيل في نفس الوقت؟ هلا هن كثير متشابهين ومترابطين وبيغنوا بعض، يعني أي يعني اي شغله بعملها من الاشياء اللي بعملها كلها بعملها بشغف اولا، بطبيعيه، بعفويه.
وبحط حالي فيها وبكمله بعد عن جد، لأنه لما تكون محافظ على هول الأمور وحطتهم كهدف لإلك، لأنه يمكن صرنا بزمن هلأ كمان مع السوشيال ميديا يعني التصنع عم بيكون بشكل كبير. هاي هي ما بدي اقول لك كنت ضارب اطنابه، خفت انا تكون انت بس مركز على شبول لوز دائما منبوز، شبول لوز منبوز اني بقى لازم انا بركي ما بتعرف امثالنا بقى ضارب اطنابه التصنع بقى. بحس انه واحد هلا صار كثير منيح وين ما كان يكون عفوي سو بينجح وهي هي يعني هيدي سر ببين يعني هو المختلف عن 100% مجموعة. هو حمستني معناها بما انه قادر توفق بين الاعلام والمسرح والتمثيل، حتى انا بشنو توجه للتمثيل اعتقد فرصة معناها ان شاء الله. تعرف فكرة التمثيل عن جد عالم انا كثير بحترم وبقدر اللي بيمثلوا يعني خصوصا الاشياء المباشرة يعني تمسرح منه شغلة سهلة ابدا. على كل نحن مازلنا بزيد بتقعد معنا مازلت ضيفتنا في حلقة اليوم في أمسية اليوم، مازلنا باش نعرفوا برشا حاجات. انا عرفت انه عندها شخصيات مختلفة محبوبين عندكم الكل، ما مخليهم لبعض كتير كتير بعد اكيد تنسأل عليهم قبل هذا نحن باش نرجعوا مرة أخرى توا نسمعوا معاك.